السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا اليوم محور حلقتنا محور مهم جدا، يتكلم عن التغير المناخي وعن التصحر اللي مثل ما التقارير والأرقام تشير أن العراق خامس أكثر بلد تعرضا أو تأثرا بالتغير المناخي. طبعا مثل ما تدرون الايام الماضيه كان هناك مؤتمر عالمي للمناخ اللي عقد في شرم الشيخ، وتحدث هذا المؤتمر عن اليوم الاخطار او التهديدات اللي تواجه اليوم الكوكب عموما وكل الدول بموضوع الاحتباس الحراري والتصحر، تقلص الرقعه الزراعيه، موضوع ازمه المياه، مياه الشرب في الكثير من بلدان العالم. كانت هناك يعني حقيقه مشاركه كبيره عراقيه، وبيها بعض الأكيد النجاحات وبيها بعض المكاسب اليوم للعراق. راح نناقش كل هذه المواضيع مع ضيفنا الأستاذ عيسى الفياض، مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة. أهلا بك أستاذ عيسى، نورت برنامج أرض السواد. الله يسلمك. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. رجعت قبل يوم وين؟ البارحة. ربي يخليك. أريد أدخل وياك بموضوعة المؤتمر. نعم. مؤتمر عالمي، يعني صارت هناك بعض القرارات مثلا في غلاسكو، في باريس، اليوم في شرم الشيخ في مصر. هل هذه المؤتمرات نقدر نقول عليها انه فقط ملتقيات ويعني ما بها تنفيذ حقيقي واقعي، او لا هناك كانت فائده للعراق بالمشاركه بهذا المؤتمر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شكرا على الاستضافه. الحقيقه مؤتمرات قمه الارض هي من اهم المؤتمرات في العالم. المشاركين حوالي 40 الف مشارك، كنا اعتقد 120 او 112 رئيس دوله حضر. نعم. رئيس جمهوريه العراق ايضا كان حاضر، وايضا رئيس الولايات المتحده الامريكيه ايضا جو بايدن اجى لقى كلمه هناك. صحيح. الموضوع بجانبين، بجانب انه السياسه العامه اللي تسلكها الدول للمحافظه على الدرجه ونص، يعني درجه الحراره انه 1.5 زياده عن ما قبل الثورة الصناعية، هذه حتى نحافظ على الكوكب انه يسير بالاتجاه الصحيح. والجانب الاخر انه الدول النامية، انه موقف الدول النامية، لان الدول النامية هي اكثر تضرر. نعم. من التغير المناخي، لان مو هي السبب ومن ضمنها العراق، لان سبب التغير المناخي هي الدول المتقدمة، هي الانبعاثات السيو2 بالجو. الصناعات الكبيرة. الصناعات الكبيرة، فهي مفاوضات حول حول وضع سياسة عامة للدول المحافظة على الواحد ونص بنهاية القرن، لأن درجة الحرارة تستمر بشكل مخيف وتلاحظون الأضرار. والجانب الآخر أنه الدول النامية تريد تدعم موقفها، أنه تحاول أنه تتكيف مع تغير المناخ. فبجانب سياسة عامة خفض الانبعاثات بالعالم، والجانب الآخر أنه الحصول على التمويل. بالنسبة اكو تفاوت بامكانيات الدول بالحصول على التمويل، يعني كل دولة اذا كان مفاوضيها وعلاقاتها ممتازة لا تحقق نجاحات باهرة مثل ما موجود بمصر. يعني احنا العراق 2015 كان خامس دولة اكثر هشاشة بالعالم تجاه التغيرات المناخية. صحيح. ومصر كانت ثانية 15، 22 مصر اصبحت 39 والعراق باقي خامس. السبب يعني طفرة 37 مرتبة، ارتقت. نعم، ارتقت للأفضل. ارتقت للأفضل طبعا، واحنا بقينا المستوى الخامس، بقينا نفس الضعف. هذه سبب انه استثمرت علاقاتها الدولية مع صناديق التمويل مع الدول، ولهذا جو بايدن اعلن انه راح يمنحهم 500 مليون دولار للطاقة النظيفة. يعني تعرف هذه انجازات مهمة. فاكو تفاوت بالحصول على التمويل. احنا بصراحه يعني في السنوات السابقه ما كان اكو ذاك، يعني خلينا نقول الامكانيات او الفكر او التنسيقات عاليه المستوى بحيث نحصل هذه المبالغ. هذه الاجتماعات صارت لقاءات مع صناديق التمويل، فحصلنا مبالغ يعني لا باس بها، لكن مو بمستوى الطموح. بالمناسبة هي انه كيف، بس انظر حضرتك فكرة انه كيف نحصل تمويل. نعم. لازم نقدم مشاريع ناجحة، سكسسفول ستوريز. يعني مثلا عندنا مثلا مشروع مزرعة فدك 30 ألف نخلة في 1000 دونم. صح. فهذه لازم نخلي البجت بريك داون مالتها، تفاصيل الصرف وقصة النجاح واستخدام الموية وتفاصيلها، ف
نقدر نحصل على تمويل على تمويل انه بهيك استاذ خطأ. استاذ ايسر يعني حتى اليوم المواطن يشت مثلا قبل عده اشهر شاهدنا خبر انه مثلا كندا تطمنح للعراق هل قد على متواجه التغير المناخي. نعم. هل اليوم الدول الكبيره مجبره تدفع الى الدول الناميه؟ نعم. بهذا الموضوع. نعم. لحد ليش انه نحتاج موضوع علاقات اذا هو اكو قانون انه يجبرها؟ نعم، هي اتفاقيه باريس، اكو صندوق يسموه جرين كلايمت فند، صندوق المناخ الاخضر. هذه احنا بالاجتماعات ضغطنا على الدول المتقدمه، قلنا لهم ان هذا الصندوق لازم سنويا يوضع ب 100 مليار دولار اللي توضع الدول المتقدمه واللي يستفيد من عند الدول الناميه. نعم. لكن موضوع اخر، اني لما دوله متقدمه واريد انطي دوله ناميه عن طريق الصندوق او دايركت او عن طريق ادابتيشن فند او اي صندوق اخر، نعم، اني لازم هاي الدوله تقنعني انه راح تستخدم هاي الفلوس باستخدام امثل. فهمت. وعندها قصص نجاح واضحه، تعرف شلون؟ هذه هي الطريقه، لان اني راح اساعد هاي الدوله انه تواجه التغيرات بشكل مثالي. لكن انا لما انطي مبالغ كبيره وما متاكد انه هذه راح تنجح، فما راح انطي هذه الدوله، راح انطي الدوله اللي تقنعك اكثر. نعم، بحيث اني ايش راح اقول؟ راح اقول اني سويت ادابتيشن، تكيف، وخفضت هلقه سي او 2، لان احنا المشكله هي سي او 2 بالجو. فايش تعتمد؟ تعتمد على المفاوض كيف راح يقنع الدول المانحه وصناديق التمويل. هذه هي النقطه الرئيسي، او يقدم مشاريع سكسسفل ستوريز. احنا في هذا الاجتماع مثلا اخذنا هسه حجزنا 5 مليون دولار. نعم. على ان نقدم مشروع، في حين لو عندنا مشاريع جاهزه ومقنعه نحصل اكثر، راح نحصل مثل اكثر، مثل الطريقه المصريه اللي تكلمت. نعم، احنا نعم. بصراحه حاولنا انه نلتقي بالشخص اللي سوى البروبوزل مال المشاريع المصريه، بس ما صارت فرصه، ما صار مجال له لانه كان جدا مشغول. بس عموما احنا الان بدينا نشتغل بشكل يعني افضل من قبل. بالمناسبه المشاريع احنا نقدمها بالتعامل مع الوزارات، لان تعرف احنا وزارتنا استشاريه رقابيه. صحيح. مو تنفيذيه، فتقدمها الزراعه، تقدمها الموارد، تقدمها الصناعه، تقدمها الكهرباء، تقدمها النفط، اي مشاريع تسهم في تقليل من السي او 2 بالجو اللي هو سبب يعني الاحتباس الحراري. اليوم كوزاره البيئه هي فقط استشاريه، بس يعني مثل ما تطنوا مثلا كامر او كانه مثلا انتم اليوم اصحاب الدراسات. نعم. نيابه وزاره. نعم. الزراعه انه هذا مشروعكم غلط بغلط انه تصححوا. يعني غير لازم ينفذون. احنا معاهم، احنا ساعدنا مشروع، احنا وزاره البيئه والزراعه والموارد سويه، احنا كجهه استشاريه وفوكال بوينت، نقطه الارتباط الوطنيه بتغير المناخ. نعم. فاحنا نسير سويه معاهم. وبصراحه يعني عقدنا اكثر من ورشه عن كيفيه اعداد المشاريع. شوف راح اوضح لك الفكره. نعم. هسه احنا عندنا، احنا بالعراق اللي يريد يرشح الى منصب يمكن يقدم سيره ذاتيه من ورقه واحده. صحيح. لكن اللي يتقدم يتعين موظف باليو ان. لا، 5 صفحات وبيها تفاصيل ومستوى اللغه والفهم. نعم. وكذا، تفاصيل هوايه تم الاستماره. صحيح. حتى يقبلوك، فهنا الفرق، لازم مشاريعنا اللي نقدمها لازم تتطابق مع التوجهات العالميه. تعرف شلون؟ يعني مو يعني مثلا شلون مثلا عندك تجارب سابقه، هسه شلون مرات بالشركات يقول لك اريد اعمال مماثله، مو صح؟ نعم. يعني هسه راح اقرب لك، هسه لو تجي شركه يابانيه وشركه يابانيه مثل سيمنز او شركه اخرى غير معروفه. سيمنز المانيا طبعا. اي نعم. سيمنز المانيا. نعم. عفوا. سوني. ها، فهذه السمعه، هذه السمعه، يعني اكو ثقه دوليه انه هذه عندها خبره. و نفس الحاله بالنسبه للاعمال مالتنا، هنا ينجز لك الاعمال بالوقت المحدد. فهمت. المضبوط، بينما الشركات خلينا نقول المحليه او بعض الشركات اللي هسه ناشئه ما عندها الاكسبيرينس اللي موجوده الشركات العالميه اللي ممكن تنهي لك العمل بالدقه وعدها كذا مشروع. نعم منجز. اكيد راح نكمل اليوم حوارنا بهذا الموضوع المهم، التصحر وهذه الافه الكبيره اللي اليوم التغير المناخي ايضا ياثر عليها. عندنا كارت حول هذا الموضوع، خلينا نشاهده وراجعين.
رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. استاذ عيسى، تعرف انه احد الامور السلبيه اللي يسببها التغير المناخي هو التصحر. ذكر مصطلح التصحر في المؤتمر شرم الشيخ؟ طبعا طبعا، من الامور الرئيسيه. نعم نعم، من الامور الرئيسيه اللي مركزين عليها. تعرف جنابك، موضوع التصحر الارتباط بالاستخدام الامثل للمياه، استخدام المي بشكل صحيح. وهاي احنا للاسف احنا عندنا كفاءة الري عندنا ضعيفة، يعني صحيح. 20 إلى 30%. ولهذا احنا بعض النقاط اللي الخلافات مع دول الجوار، انه تركيا تذكر انه مثلا كمية المي اللي تسقي بها 1000 دونم، العراق تسقي ب 200 دونم. وهذه طبعا مشكلة كبيرة، يعني ما نستخدم المي بشكل صحيح. فالعالم كله توجه الى انه استخدام المي بشكل يعني تقنين باقصى استفاده. اضافه الى انه بعض الدول، مثل عندك فرنسا، وكاله الفضاء الفرنسيه تستخدم الاقمار الصناعيه لمراقبه الارض واحتياجها من المي. يعني وصلوا الى هذه المرحله، يعني ترشيد استخدام المي. احنا ما عندنا، يعني بصراحه ما عندنا مستوى الوعي لدى الفلاحين بالمستوى المطلوب، ولا اكو تقنيات ري حديثه تشتغل بشكل صحيح، بالاضافه الى مستوى تلوث المياه العالي اللي حضركم كلكم تعرفون. فهذا ياثر سلبا على موضوع التصحر. المنح اللي ممكن اخذها العراق من هذا، نعم، المؤتمر، نعم، هل اكثرها راح تروح مثلا على تقنيات الري الحديث؟ اكو هيك خطه لو على شنو؟ نعم نعم، هي بصراحه موضوع الادابتيشن، التكيف، و ووتر مانجمنت، اداره المياه. يعني راح تركز على هذا. عندنا تقريبا مشروع 38 مليون دولار من الجي سي اف، الجرين كلايمت فند، صندوق المناخ الاخضر، الجهه المنفذه الفاو، منظمه الفاو، مع وزاره الموارد والزراعه، واحنا ايضا هذه راح نبدي به بصراحه. ويبيها يعني موضوع الارض بتفاصيل هوايه، استخدام الامثل المياه بتفاصيل دقيقه. اليوم كان يمنا مدير منظمه الفاو، وبكره المفروض يتوجه الى الجنوب، الى البصره وذي قار. لديهم مشاريع يعني ممتازه وجزئيات، انه نحاول انه احنا نوعي الفلاح لاستخدام الامثل للمياه، نحاول انه بالتعاون مع شركه اجهزه زراعيه انه ممتاز. يزودون الفلاحين بتقنيات ري حديث، بالاضافه الى انه المرشد الزراعي لازم يكون على مستوى عالي من يعني الاطلاع، واهم مسؤوليه الارشاد الزراعي. الارشاد الزراعي مو هذا مو بالمستوى المطلوب، صحيح. يعني حسب النقاشات اليوم، يعني هسه انا اعطيك مثلا على اذا نجي على موضوع النخيل، خلينا نقول موضوع بجانب ميتيجيشن، تخفيف للسي او 2 بالجو، وبجانب الفائده، يعني فعلا هاي احنا عندنا بالعراق كل انواع النخيل، الكوست مالتها يعني رخيصه، السعر مالتها صحيح. في حين مثلا لو تجي في عمان، في عمان يزرعون النخيل مجهول، الكيلو مالته 10 دولار او 20 دولار. احنا بالمؤتمر زرنا جناح القطري، والتقينا بوزير البيئه القطري، اثناء الكلام ذكر قال اني رحت الى المغرب فزارعين مليون نخله مجهول. فسالت الرئيس، قلت له يعني ايش دعوه يعني هذا، ومن ياكله؟ قال هذا كله للتصدير. فاحنا عمان عندها يمكن نص مليار متر مكعب، لكن عندها كذا الف نخله مجهول، يعادل كل النخيل اللي موجود بالعراق. ليش؟ النوعيه المجهول، يعني الكلف، او مو الكلف، يعني خلينا نقول الانكم الوارد، الفلوس اللي تجي من نخيل عمان اكثر من كل وارد اللي يجي من نخيل العراق، لانه اكو نوعيه. فاليوم ناقشنا مع مدير الفاو، قلت له انه المزارع الكبيره، احنا كميه بدون نوعيه، كميه بدون نوعيه رخيص، صحيح. يعني مثلا عندك الزهدي وغيره، الزهدي والخستاوي، هذا رخيص يعني ب 1000 2000، لكن ذاك 10 دولار 10 دولار. يعني هسه المجهول اللي موجود مثل في العتبه الحسينيه، مزرعه فدك، ال 600 غرام ب 10000 في كربلاء، وتقدر تصدره وتقدر تخزنه، انه ما يحتاج جو بارد وكذا، صحيح. تقدر تخزنه فعلا. فاحنا عندنا يعني هواي اشكالات فيما يخص يعني مستوى الوعي ومستوى الثقافه، نعم، والاطلاع. هذا يقع جزء منها على عاتق الدوله بصراحه، وجزء اخر على عاتق المواطن. طبعا احبت المشاهدين، مثل ما ذكرنا انه هذا المؤتمر في شرم الشيخ، انه حضر عدد كبير جدا من قاده العالم، يعني وصلوا الى مرحله انه هناك تهديد مستمر، تهديد قاعد يتصاعد على اليوم، الحياه على كوكب الارض ايضا
كان يمثل العراق فخامة رئيس الجمهورية وألقى كلمة، وهذا جزء من كلمته في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعي. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا جزء من كلمة فخامة رئيس الجمهورية في مؤتمر المناخ اللي عقد في مصر وختم أمس. طبعا أيضا من الأمور الحقيقة يعني ما فهمتها صندوق الخسائر نعم والأضرار. نعم لوس اندمج. إيه يعني هو من اسمه سلبي جدا. هذا شنو هذا حققتوه يعني؟ هذا طبعا أفضل إنجاز حققناه في تاريخ اتفاقية باريس. اتفاقية باريس تشير أنه على الدول بشكل عام تحديدا النامية أن تشير بتقاريرها للمنظمة الدولية أو لسكرتار الاتفاقية تشير إلى حجم الخسارة والأضرار اللي تعرضتها بسبب الكلايمت تشينج، بسبب تغير المناخ، لكن ما أشار إلى أنه إلى دعمها. خلال المفاوضات المجموعة العربية والدول النامية الصين 77 اقترحنا هذا الموضوع وأصرينا عليه، فقدرنا ننجح في تخصيص صندوق تمويل خاص بالخسائر والأضرار اللي تعرضت لها الدول بسبب تغير المناخ. ممتاز. يعني هذا إنجاز عظيم لأن أصلا ما مذكر بالاتفاقية، فهذا أفضل إنجاز يعني بصراحة، أنه الوفد العراقي كان له دور مهم في 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 يعني في المصادقة والموافقة على تأسيس صندوق خاص باللوس اندمج. يعني هذا إنجاز جدا رائع، بالإضافة إلى أنه اكو تفاصيل دقيقة كثيرة بالاتفاقية نجحنا بأنه خلينا نقول أن نوضعها ويصادق عليه بما يخدم البلد ويخدم الدول النامية. احنا الاجتماعات يوميا تقريبا اكو 500 اجتماع، يعني اجتماعات كل شوية، فالوفد التفاوضي كله منتشر عبر قاعات المفاوضات وينطونا موقف بكل ايفنت بكل هذه يحضر، وبالتالي نقدر ويوميا ساعة واحدة اجتماع مع المجموعة العربية، كل الدول العربية تجتمع كشيء خاص. نعم، خاص الدول العربية ونناقش تقارير وهذه حتى نخرج الصيغ اللي يخرج بها المؤتمر بتوصيات تخدم الدول العربية والدول النامية. فقرار هذا الصندوق هو إنجاز كبير، يعني هذا الصندوق راح الدول المتقدمة هي تموله، والتمويل من راح يخدم؟ راح يخدم الدول النامية اللي بضمنها العراق. نعم، لو نتحدث اليوم مثلا الدول القريبة من عندنا، الدول العربية، الدول المجاورة، من نقدر ناخذ مثال؟ نعم، مثال حقيقي، مثال ناجح ممكن العراق ياخذ تجربة مصر بهذا الموضوع. مصر. نعم، مصر. واني ذكرت اني الوفد اللي سافر منا قلت لهم احنا بقدر أهمية المشاركة بقمة المناخ انه نلتقي بالكادر المصري، الوفد المصري التفاوضي، وكيفية انه قدروا يحصلون على تمويل بهذا القدر الكبير. بالمناسبة هم الاخوان بمصر ممتازين بالتفاوض وممتازين بآلية عرض المشاريع، لكن اكو موضوع اخر ربما احنا ما كلش مركزين عليه. نعم. سكرتارية الاتفاقية العالمية عندها 6 مراكز بالعالم، احدها بدبي مسؤول عن 30 دولة، ومدير المركز هذا مصري محمد دراج. المفروض احنا كحكومة عراقية نبعث، وإن كان على حساب العراق، نبعث من كوادرنا المتميزة في هذه المراكز حتى نتابع مجريات الأمور والتوقيتات والتفاصيل. وهذه يعني شلون عندك مثلا عندك شخص في وزارة معينة ينطيك كل التفاصيل كل أخبار ويعطيك الأبديت تحديثات وهذه تحديثات. نعم. فإحنا ما عندنا، بس إن شاء الله بالتوصيات اللي راح نرفعها إن شاء الله الرئيس وراء راح نطلب أنه على الأقل 4 أشخاص نحاول نبعثهم. نعم. إلى سكرتارية الاتفاقية حتى يكونوا متابعين مع العراق بهذا الاتجاه، لأنه بصراحة هذا يعني الـ 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 ما ينافس النفط بالمستقبل هو أسواق الكربون. أسواق الكربون هي كمية التخفيضات اللي راح تخفض CO2 بالجو، العالم كله متجه إلى الطاقة النظيفة، الطاقة الخضراء، وبالتالي توقع أنه يقل سعر النفط، لأن إحنا بالعراق ما عندنا التنوع الاقتصادي للأسف، ما عندنا معتمدين على، فإذا نزل سعر النفط لأي سبب كان راح ندخل في أزمة كبيرة. أستاذ عيسى، أكيد الوفد العراقي التقى مع رئيس الجمهورية. نعم. كيف شفت اليوم مثل اليوم رأس على السلطة أو رأس الدولة هو رئيس. نعم. الجمهورية، كيف متفاعل مع هذا الموضوع، موضوع التغير المناخي؟ نعم. موضوع التصحر، موضوع أزمة المياه بالعراق. نعم. مع العلم هو مختص. نعم مختص. نعم. الدكتور عبد اللطيف رجل متمكن جدا، وأهداني بالمناسبة أهداني كتاب له سياسة المياه بالعراق. الحقيقة زرنا بمقر إقامته في شرم الشيخ،
يعني فخامة رئيس الجمهورية عنده يعني اطلاع واسع فيما يخص يعني الموارد المائية وإدارتها وتفصيلها. بصراحة أعطانا بعض الملاحظات المهمة جدا، أنه قال أنه لازم دائما تطلعون على الخطة التشغيلية لوزارة الموارد المائية وتقارنها مع الخطة التشغيلية مع الدول الجوار. اكو توقيتات معينة الخطة التشغيلية استخدام المي، وداعم وطلب من عندنا أنه بعد أن نرجع نقدم له برزنتيشن عن دور المنظمات الدولية بدعم العراق. نعم ممتاز. فاليوم كان عندي كان يمي مدير الفاو الدكتور صلاح، فقلت له انه تهيئ نفسك انه نقدم برزنتيشنات بالتعاون ويانا نقدمها الى فخامه رئيس الجمهوريه. ورئيس الجمهوريه يعني حتى في كلمته كانت كلمه ممتازه جدا يعني صراحه، دعمتنا وحضوره دعمنا، وايضا حضور البرلمانيين مجموعه البرلمانيين لجنه الصحه والبيئه الوفد البرلماني ايضا الى دعم، لانه سرنا الكريم حضور شخصيات مهمه للكوب يدل على اهتمام العراق صحيح. بموضوع الكلايمت تشينج ممتاز. وجديته في معالجه هذا الملف. نعم يعني ممتاز. طبعا احبه المشاهدين، ايضا عندنا مثل ارجع واقول انه يعني اصعب الامور اللي يواجهها العراق ايضا مع ازمه ما هي موضوع التصحر، فخلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. استاذ عيسى، اكو موضوع ايضا يعني اليوم هل اكو دور لوزاره البيئه على موضوع الغطاء الاخضر، موضوع الاراضي الزراعيه اللي قاعد تتحول الى قطع سكنيه، لو فقط انتم ارجعوا وقلتوا دوركم فقط استشاري. يعني لا مو فقط استشاري، احنا رقابي واحيانا يعني نتخذ اجراءات يعني انذار وغرامه واحاله للقضاء. لكن مثلا ما عندنا سيطره على تحويل الاراضي الخضراء الى سكنيه. نعم يعني هواي اكو مناطق سكنيه في بغداد مثلا. عندكم دراسات احصائيات على هالموضوع؟ الاستاذ الكريم، يعني من وجهه نظر المتواضعه انا كخبير دولي بالكوارث والازمات، ناشونال فوكال بوينت لاداره الكوارث بالعالم ممثل العراق، المفروض اكو شركه تخطيط عمراني تيجي تشتغل ببغداد. يعني اسالك سؤال، ازدحامات شنو سببها؟ سوء التخطيط العمراني. صح. فلا المفروض اكو شركه تخطيط. اشوف كل الدول من تريد تتوسع، ما توسع بالداخل، توسع الخارج، احنا نتوسع بالداخل. يعني البيت اللي يعني اكو مثلا عندي صديقي مقابله بيت 1200 متر كان به شخصين، الان 32 شقه اصبح. شنو اللي صار؟ صار عدد السكان زاد ضمن نفس الرقعه. ولهذا هسه يعني اشرح لك ببساطه انه هسه اكو موظف يقدر يشتري بيت؟ لا مستحيل. مستحيل. فالمفروض التوسع يصير يعني يصير افقي لكل بغداد. الشوارع هي نفسها ذاتها، والعدد يزداد وعدد السيارات يزداد، فاكو مشكله بالتخطيط العمراني. لو اكو شركه تخطيط عمراني متخصصه تتابع وترشد وتوجه والكل ياخذ يعني كلامها. زحف مدن على الريف واخذ القطع الاراضي. نعم هسه هذه لا اللي صار بالدوره وغيره. هو لا باس، لا باس انه بس توسع ابعد من هاي، ابعد. احنا حتى المرات اللي تصير داخل بغداد المفروض خارج بغداد. هسه ابسط المثال، لاحظ توسع اربيل. اربيل ما بيها ازدحامات. لان اكو شركه، اكو مؤسسه، يعني اكو تخطيط عمراني دقيق. عبر خريطتهم عباره عن دوائر. دوائر بس يتوسع. شوارع. نعم. يتوسع بطريقه صحيحه. شوف كل مدن العالم احنا تصير عندنا ازمه لانه غير مدروسه، ولهذا بناء على موافقات خاصه انه قطع الاراضي تنطي في مجم في يعني خلينا نقول في مناطق سكنيه، هي هذه اكو تشجير، اكو نسبه تشجير، فهذا التشجير تحول الى مقا يعني يروح دار التصاميم فتغيره فشينطي يتحول الى قطاع سكني. هذه صحيح. من نقدر نسيطر عليه للامانه يعني حتى تكون. نعم. واضحه. عندكم ارقام احنا ايش قد خسرنا من رقعتنا الزراعيه باخر السنوات؟ يعني حسب اللقاء الاخير مع الدكتور ميثاق وكيل وزاره الزراعه انه كان يعني الزراعه كانت 9 مليون دونم، الان اصبح 1.5 مليون دونم تقريبا. 1.5 الى 2 مليون دونم، وهذه يعني الاعتماد على المي. اما اعتماد على المياه الجوفيه راح اتصور يزرعون 2 الى 3 مليون دونم بالاعتماد على المياه الجوفيه. فاذا تشوف النسبه ايش قد اكو اكو يعني تنازل. وفوق كل هذا انه لا زال استخدامنا للمي مو بالشكل الصحيح، يعني كل شخص بال يعني حسب تقرير امانه بغداد كل شخص يوميا يستخدم 250 لتر مي يوميا.
رقم كبير كبير. و300 لتر للأغراض الأخرى. إيه. 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 نعم. تقريباً 250 لتر ربع تانكي. نعم. و300 للأغراض الأخرى، هذه يومياً. هذا المواطن. المواطن نعم، هاي بتقرير من 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 أمانة بغداد. فأكو سوء استخدام للمياه. أما إذا حضرتك تتكلم عن موضوع التصحر، إحنا ليش هسه تركيا بتفوق علينا؟ تركيا استخدمت بايبات، بايب يعني أنابيب لمشاريع الري. إحنا لا زال عندنا يعني خلينا نقول السواقي طينية، مو مبطنة. نعم. طينية، فيتسرب المي ويتبخر. اكو اتجاه انه يتحول الى موضوع اللحاف الخرساني وغيره، يعني لا هسه هذا هم قديم. نعم. هم اللي يتبخر لازم انابيب مثل بدعه، انابيب بالضبط، انابيب. بالاضافه الى هذا يعني اكو موضوع اخر، انه اذا صارت هذه مثلا كونكريت ففوق يكون خلايا الطاقه الشمسيه، هذه لما نستخدمها فوق المي راح تستخدمها اولا تمنع التبخر، وثاني نستخدمها لانتاج الطاقه الكهربائيه للسقي. لأن إذا حضرتك تعرف مثلا مناطق الكوت واسعة وكهرباء ما بيها، انت راح تستخدم، راح تستخدم الديزل، يعني يعني الماكينات الكبيرة للري فعلا، مطارات كبيرة خلينا نقول. فشو تسوي انت فوق هذه ال شو يسموها هي القنوات، القنوات تستخدم خلايا كهرباء، خلايا شمسية حتى تولد طاقة. فهذا العمل هذا ما زدنا نشتغل بيه مع الفاو. شو كنت نوصل هالموضوع؟ استاذ الكريم اكو موضوع انه ضعف التنسيق بين الوزارات. ليش؟ يعني هي وزاره دوله واحده وحكومه واحده. يعني هو هذا مؤشر. والوزراء كل اسبوع يلتقون مكان واحد. يعني اساني اعطيك مثل بسيط، تعرف اختلاف الرؤى بين وزير الموارد ووزير الزراعه. صحيح. الحكومه السابقه. يعني وزير يعتب وزير الموارد يقول لو وزارة الزراعة، يعني على لسانه. صحيح. التلفزيون. صحيح. يقول لو وزارة الزراعة استخدمت التقنيات الحديث ما انطي خطة زراعية 50%، انطي 100%. صحيح. تعرف شلون؟ قال اصلا المي اللي عندنا يكفينا ال 100%. بالضبط 100%. نعم. هنا نقطة. فاكو يعني تعرف اكو، لكن اتوقع انه يعني في هذه الحكومة الجديدة اتوقع انه اكو تشديد ومتابعة شديدة من رئيس الوزراء على نعم كل صح. مفاصل الدولة. ايضا مختص بالزراعة. هو مختص بالزراعة، فاتوقع انه هالمرة الامور راح تختلف، لانه كفت فوكس صح كبير على خدمات المواطنين. اذا تشوف حضرتك نعم. صار زيارات المستشفيات وصار متابعه وصار اكو خوف واكو اهتمام فعلا. فاتوقع انه هذا راح ايضا ياثر على موضوع الكلايمت تشينج، موضوع الزراعه، التصحر، هذه انه راح يكون اداره المياه الرشيده ان شاء الله. اتوقع انه راح يكون يعني في ان شاء الله. طبعا احبت المشاهدين انه مثل ما تكلم الاستاذ عيسى حول موضوع انه الدول الكبيره المصنعه دائما تعطي منح الى الدول الناميه المتاثره بالتغير المناخي، ولكن شنو السر اذا كانت الدوله الناميه تعطي تجارب ناجحه وخطه عمل حقيقيه ومشاريع حقيقيه؟ احد المشاريع الحقيقيه اللي عندنا مثلا عمل العتبات، كالعتبه العباسيه والعتبه الحسينيه في صحراء كربلاء وغيرها من المناطق والمحافظات العراقيه. خلونا نشاهد هذا الفيديو لاحد مشاريع العتبه العباسيه بموضوعه الحزام الاخضر. شاهد الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. استاذ عيسى، يعني احد المشاريع الناجحه اللي ممكن ايضا بالمؤتمرات الجايه نستثمر اليوم عندنا بعض الامور الناجحه اللي شاهدناها، خاصه العتبه العباسيه، العتبه الحسينيه، ومشاريع اخرى متعدده في المحافظات، حتى في كردستان هناك مشاريع، يعني نقدر نستثمر هذه المشاريع؟ نعم بالتاكيد. يعني موضوع الاخوان بالعتبة الحسينية ارسلوا لي فيديو عن موضوع مزرعة فدك، مثل ما ذكرت لحضرتك زارعين 30 الف نخلة في 1000 دونم، وباقي عندهم 1000 دونم اخر يريدون ايضا يزرعون 30 الى 40 الف نخلة ايضا هناك. المشروع انا طرحته على بعض يعني بعض الصناديق التمويل، لكنه نحتاج البجت بريك داون، انه تفاصيل الصرف والمبلغ اللي نحتاجه حتى تصير قناعة. ولازم نشرح الموضوع مو بشكل فيديو فقط، لا، لازم نشرحها بأنه المي مصدر المياه وأسعار الفسائل وتفاصيلها والإنكم مش قد الوارد كل شيء بالتفصيل، لأن يعني تعرف هذه مشاريع يعني تحتاج إلى كذا سنة حتى يجي الإنكم مالتها، هذه وكم شخص الأيدي العاملة حتى نقدر أنه تمشي بشكل صحيح. احنا عموما بصراحه حصلنا 5 مليون دولار
على على من ادابتيشن فند صندوق التكيف حتى نقدم مشروع. فاني راح يكون عندي لقاء مع العتبات ان شاء الله قريبا ناخذ تفاصيل هذه حتى نطرحها وحتى يمشي الموضوع، مو فقط موضوع العتبات، ايضا اكو بعض المشاريع الناجحه لدى وزاره الزراعه. لكن الموضوع هو مثل ما ذكرت لحضرتك انه احنا وزارتنا مو تنفيذيه، نحتاج مشاريع ناجحه من الوزارات المعنيه ندرسها معاهم، نتاكد من مطابقتها للمواصفات الدوليه، ونتاكد من انه كل الداتا والبيانات موجوده، وانه هذه قصه ناجحه والانكم مالتها ايش قد، حتى نقدر احنا ممتاز نشتغل بها. حاليا احنا بصراحه انا تكلمت مع صناديق التمويل، ذكرت لهم قلت لهم اكو بعض المناطق يراد اكشن سريع لا يتحمل التاخير، وهذه ذكرناها بالاتفاقيه وبالمؤتمر انه يسموه الموست فيرنبل جروبز، انه يعني اللي هي الاهوار، انه هذه لازم ناخذ اجراء سريع. ليش؟ لان اكو بعض التغيرات اللي تصير بسبب الكلايمت تشينج، هذا لما ينتقل من الريف الى المدينه بعد ما يرجع ما راح يصير عنده ثقه بالمي انه راح يرجع، او ثقه بالحكومه انه راح ترجع المي. صحيح. راح يتركها بعد راح ما يرجع. وشاف المدينه شاف المدرسه والهاي. فقلت لهم انه بعض المشاريع وبعض الاجراءات لازم تكون ايرجنت سريعه جدا حتى نضمن انه لا يصير تغير للابد، لان هذا اذا تركها وكذا مره يصير يجف عند المي والجاموس مالته ينفق فراح يتركها. وصارت اللي ممكن اللي هاجروا في اواسط القرن العشرين اللي الان موجودين صارت مرتنا بموضوع العوده الى الريف. فصار اتفاق على هذا، بس يعني هي تحتاج لها وما يحتاج من عندي يعني تعاون صراحه، مو بس انا يعني اكو يعني تعرفت الاشكالات اللي احيانا يعني محافظ مثل ما يرد عليك، يعني اذا يخدم محافظه ما يجاوبك مثلا، محافظ يفتح المي بكيفه. لا هسه هاي يعني هاي لانه احنا صار لقاء مؤتمر كبير ضمن العراق اللي صار بالفندق بابل، ذكر وكيل وزاره الموارد قال لك بعض المحافظه انه هي تاخذ اكبر من حصتها المائيه فما يوصل المي للاهوار، على سبيل المثال. صحيح. على سبيل المثال. فهي الامور مو مثلا تمشي بانسيابيه وسلاسل، انت اذا تريد تاخذ اجراء سريع لازم اكو تعاون من المحافظ، من الدوائر، من كذا، يعني لازم اكو بالهاتف كتاب لهم كتابكم ابد ما يخدم. بالاجراءات الروتين المتعودين عليه لازم نلغيه. بالضبط. فهسه اكو تعاون مع المنظمات، ويعني اتوقع انه بعد هذا الكوب وحضور رئيس الجمهوريه وراح نرفع تقرير وزراء، والحكومه شويه بها شده هذه الحكومه الحاليه ومتابعه شديده، اتوقع انه يصير اجراء سريع، لانه كل شيء موجود بس انت لازم تعرض. لا يكفي انه نقول العراق عنده تصحر وعنده جفاف وارتفاع درجات الحراره، لا يكفي، انطيني مشروع. شنو اللي تريد مشروع للمشروع الناجح؟ حتى انا انطيك فند حتى تشتغل، والتنفيذ ما راح يكون يعني جي سي اف صندوق المال الاخضر اذا انطى فلوس هسه مثل هاي 38 مليون دولار اللي خصصها للزراعه واداره المياه، هذه مو الحكومه تنفذها، لا ينفذها عن طريق الفاو، عن طريق منظمه يسموها كريدت انتيتي، انه منظمه معتمده او مؤسسه معتمده، فهي اللي راح تنفذ واحنا وياهم. فهي تمشي، لكن نريد احنا مشاريع واضحه على ارض الواقع نقدمها ونحصل فند عليه ونقدر نخدم كل مناطق نعم العراق. طبعا احبه المشاهدين قبل الختام عندنا فيديو اليوم، حتى النخله اللي تتحمل ممكن جفاف تتحمل امور صعبه انه تاثرت بموضوعات التغير المناخ، خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبه المشاهدين وشاهدنا هذا الفيديو، طبعا احنا وصلنا الى الختام بدقيقه واحده، الاستاذ عيسى الفياض متفائلين بالسنوات ما راح ابتعد كثيرا الثلاثة الجاية علينا، يعني تقريبا لحد سنة 2025. أنا شخصيا نعم. يا الله. إيه شخصيا نعم، لأن أكو تمويل وبدت يعني مستوى الوعي لدى المواطنين وبناء القدرات لدى يعني خلينا نقول السادة المسؤولين وأصحاب القرار، الكل بدأ يعرف شنو الكلايمت تشينج، آثاره، تفاصيله هذه، فأتوقع أنه في السنوات القادمة راح يصير تغيير، خصوصا انه اكو مشاريع بدنا نشتغل وياهم بقوه مع المنظمات الدوليه، فلما تصير تجربه ناجحه في محافظه معينه الكل راح يستنسخ هذه التجربه ان شاء الله لمحافظات. كل التحيه لك الاستاذ عيسى الفياض مدير عام الدائره الفنيه في وزاره البيئه على كل هذه المعلومات وكل الدعم لكم، والنجاح ان شاء الله نتمناه لكم بموضوعة اليوم هذه المؤتمرات الدوليه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربي يخليك. الله يسلمك ويحفظك. طبعا احبتي المشاهدين الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القوة السواد، نلتقيكم بحلقات اخرى، الى اللقاء.